إذا كان شي درس اللي ممكن يتستخلص من الأزمة ديال المغرب مع إسبانيا فهو أن الرأي العام وقف على أن المغرب راه دولة يقظة وبأن العقل العام ديال المغرب الحواس ديالو تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة. والدليل هو أن الإسبان توهموا من خلال هذه الأزمة التي افتعلوها مع المغرب أن المغرب سيعاني متاعب فيما يخص يعني عودة 5 مليون ديال المهاجرين لقضاء يعني العطلة ديال الصيف مع الأهل ديالهم. لكن يعني الصدمة كانت قوية بالنسبة للإسبان لما رأوا القرار ديال الملك محمد السادس القاضي بتسهيل عملية ديال مرحبا 2021 وطرح أسعار جد يعني مناسبة وغير مسبوقة لتسهيل هذه العملية ديال عودة 5 مليون ديال المغاربة. وهذا الدرس الأول يحيلنا إلى الدرس الثاني من هذا القرار الملكي القاضي بتسهيل عودة مغاربة العالم وهو أنه المغرب دولة التي تضع إمكانياتها وطائراتها لتسهيل عودة المغاربة في حين أن الجزائر بإمكانياتها وبنفطها وبغازها وبملاييرها عوض أن تضع أسطولها وطائراتها لعودة الجزائريين إلى الجزائر هي تضع هذا الأسطول في خدمة الإرهابيين ديال البوليزاريو وتضعه في تهريب بن بطوش وإدخاله سرا إلى إسبانيا. ثم الدرس الثالث الذي بين القرار الملكي بتسهيل عودة مغاربة العالم هو أنه المغرب في رمشة عين وجد 2 مليار لتمويل هذه العملية 2 مليار ديال الدرهم. علاش؟ لأنه في الجائحة الأولى ديال كورونا استطاع المغرب أن يجمع واحد إمكانية مالية هائلة لتطويق وتجفيف المخاطر ديال وباء كورونا. لما جت الجائحة ديال إسبانيا وهي فعلا جائحة استطاع المغرب أيضا أن يبرز رد الفعل السريع وتم رصد هاد 2 مليار ديال الدرهم لتسهيل هذه العمليه ديال عوده المغاربه علما ان هذا المبلغ لا يمثل الا 2.5% من مجموع يعني التحويلات السنويه التي يضخها مغاربه العالم في الخزينه والبالغه حوالي 70 مليار ديال الدرهم. والدرس الرابع اللي بان من خلال هذا القرار الملكي ديال تسهيل عوده مغاربه العالم هو انه المغرب ما كيتخلاش على اولاده والمغربي ما كيتخلاش على بلاده.